السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حنعمل ديزاين لكونفرتر، لبك كونفرتر. فدوري اول ما نعرف انه الكونفرتر المطلوب انه بك، نستحضر فكرة رسمة البك، ولازم نكون حافظينها. رسمة البك طبعا احنا هون رح نحل ايديال ان شاء الله، حنعمل لقدام لما يكون الباك عندنا مش ايديال. طبعا هتفرق في السويتش والدايود والاندكترز نفسهم، لكن حاليا كونه ايديال. فلما يحكي لك ديزاين، فاحنا حنوجد قيم ال L وال C، هاي يعني ديزاين، لانه السويتشز مجبورين فيهم الانبوت حاليا في الايديال. يعني الانبوت اكيد احنا مجبورين فيه، والاوتبوت اكيد احنا مجبورين فيه ال في اوتبوت. طبعا هو بحكي لك بالسؤال انه ال في اوتبوت بتساوي 18 فولت، وبحكي لك انه اللود 10 اوم، 10 اوم اللود هذا، وبحكي لك انه في انبوت بتساوي 48. طبعا هو لو ما حكى لي اعمل لي ديزاين لباك، او حكى بالطريقة هاي انه اعمل لي ديزاين لكونفيرتر بدون ما يحكي لك انه هو بك، وكونه اعطاك الفي اوت 18 والفي انبوت 48، فكونه عمل ستيب داون قلل الفولتية، فاكيد هو بك. يعني هاي المعلومة باي ديفولت تكون عارفة، لكن هو كاتب انه اعمل ديزاين لبك، ومعطيك معلومة. هاي معلومة كثير مهمة في الحل، اللي هي الاوت فولتج ريبل. الاوتبوت راح اكتبها كتابة فولتج ريبل، بحكي لك must not exceed، يعني لازم تكون اقل او تساوي اللي هي 0.5%. هسا كيف راح نترجمها للرموز؟ لو انا كتبت دلتا في اوتبوت اقل او يساوي 5% خطأ، لازم احكي انه انا دلتا في اوتبوت على في اوتبوت أقل أو يساوي 5%. هيك بيكون العبارة صح. كون حكى percent لازم إنه نقسم، كون ما في يونت. أما لو حكى لك لو حكى مش percent، لو حكى volt، راح يكون عندنا دلتا V output بتساوي اللي هي 0.5، لأنه الوحدة هون unitless معناته قاسم على V output. فهي مهمة في الديزاين. هسا منبلش اول اشي منوجده اللي هو الداخل باغلب الاكسبريشنز اللي بنعمل ديزاين من خلالهم، اللي هي الديوتي سايكل. الديوتي سايكل في الباك كونفرتر قانونها انه في اوتبوت على في انبوت، فالفي اوتبوت 48 على الفي انبوت اللي هو الـ VOUT 18 سوري على الـ Input اللي هو 48، بتطلع 0.375. طبعا في كمان معلومة لازم أنا نسيت أحكيها، اللي هو إحنا عنا إذا أنت دارس الـ Converters كويس، في عنا إحنا 2 Modes اللي هو في الـ Continuous Mode والـ Discontinuous Mode. بس إحنا وين نعمل ديزاين؟ لأنه الديزاين بفرق إذا كنا في الـ Continuous أو لا. هو حاكي لك في السؤال إنه Continuous Inductor Current، احنا رح نشتغل في الكونتينيوس، في الكونتينيوس مود. فطلعنا دي. هسا شغلة الكونتينيوس مود حتفيدنا في نقطة، اللي هي الاندكتر. احنا عشان نوجد قانون للاندكتر، احنا عندنا القانون الالمينيموم. هاي الالمينيموم لما نوجدها لازم نضربها في فاكتور، علشان احنا نضمن انه احنا في الكونتينيوس مود مش في الديسكونتينيوس مود. فهي معلومة انه احنا في الكونتينيوس بتفيدنا، لانه احنا لما نطلع الالمينيمم لازم نضربها اب فاكتور عشان نطلع ال اللي احنا حنعتبرها في الديزاين. فالالمينيمم قانونها موجود في الكتاب، اللي هو 1 ناقص D على 2 F R، وتساوي 1 ناقص 0.375 مضروبة في 10 على 2 ضرب. هسا الاف ايش نحن نحطها؟ الاف ممكن انت تفرضها، الكتاب فرضها 40 كيلو اللي هي 40 ألف.
طبعا في استراتيجي انه كيف انت تفرضها، مش قيم عشوائية. فلما نطلع هون بيطلع معنا 78 مايكرو هنري، هاي الالمينيموم. هسه فكرة الفاكتور انه عشان نضل في السيف سايد بسموه هذا الفاكتور، يعني اي ثينك انه بيسموه اللي هو السيفتي فاكتور، فاكتور اللي هو عنده هو. احنا لو اشتغلنا عند هاي القيمة هنكون في الكونتينيوس مود، ممكن لا لانه انت على الحفة، فاضربه في رينج انه هو نبعد شوي عن الحفة. فالال اللي راح نعتمدها اللي هي 1.5 في ال 78 مايكرو راح يطلع معنا 97.5 مايكرو هنري. فهي اول جزء في الديزاين اوجدنا. فهسا من نوجد اللي هو ثاني اليمنت مهم في الديزاين اللي هو السي الكاباستر. الكاباستر اللي هو السي له قانونه اللي هو 1 ناقص دي في 8L دلتا في اوتبوت على في اوتبوت في اف سكوير، وتساوي 1 ناقص 0.375 على 8 في 97.5 10 قوة ناقص 6 ضرب اللي هي 0.005% لأنها ضرب 40,000، وبطلع معنا الكاباسيتر 100 مايكرو فاراد. طبعا العنصر الأهم في الديزاين اللي هو الاندكتور. ليش؟ لأنه هو اللي احنا بنعمل له ديزاين بإيدينا. هسا الكاباسيتر احنا بيكون في رينج رينجات موجودة في السوق، فاحنا اذا وجدنا 100 ما لقيناها في السوق فبناخذ الاقل منه بشوي او الاعلى منه بشوي، ما بنعملهوش ديزاين زي الاندكتر. هسا ممكن احنا كوننا عملنا ديزاين لهذا البك، فعندنا ال وعندنا السي. هسا ممكن يقلب سؤال اناليسز وممكن يطلب منك الريبل على الاندكتر اللي هو قانونه قانون، يعني قوانين، هي مجرد انك تعرف القوانين بيقلب سؤال اناليسز عادي. ممكن يطلب منك الافريج كرنت للاندكتر، ممكن يطلب منك المينيمم والماكسيمم كرنت، هي مجرد قوانين. وعوض يعني وانس انك اوجدت ال والسي اللي هو زي example 6.1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.